يقول: توفي والدنا وعليه الصيام، لا نعلم كم أيام، كم عدد الأيام، فحددناها بشهر، شهر رمضان، ونحن 10 إخوة البالغين، فمن يصوم عنه؟ وهل إذا صمنا جميعا 10 في يوم واحد تصبح 10 أيام؟ نعم يصح هذا، لأنه لا يشترط فيه التتابع، قضى رمضان ما يشترط فيه التتابع، فإذا صام عدد من الأشخاص عن أيام رمضان ولو كانوا 30 شخص فإن هذا يجزي عنه إن شاء الله. نعم.